أطلقت غرفة الصناعة والتجارة جداب بولاية البويرة مبادرة تطهير وتنظيف جميع أحياء وقرى بلدية الولاية، وذلك من خلال توفير العتاد اللازم بالإضافة إلى مواد التعقيم لفائدة أكثر من 300 جمعية. هذه مبادرة تضامنية قامت بها غرفة التجارة والصناعة بمساهمة عدة مؤسسات اقتصادية مشكورة على ذلك، حيث أن هذه المبادرة تتمثل في تقديم آليات الضخ لتعقيم الأحياء الولاية بكافة البلديات، مع تقديم مادة الجافيل المركز من طرف مصنع نورث شيميكال وهو مشكور على ذلك مجانا. إضافة إلى ذلك أن الجمعيات استفادت عدة أكثر من 300 جمعية من هذا العملية التضامنية. فتحت أبواب المصنع للمساعدة ذكر، خاصة مع هذا الوباء، يعني فيه مساعدة للجمعيات، فيه مساعدة للبلديات. العملية عرفت مساهمة العديد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص، ولقيت استجابة واسعة لدى الحركة الجمعوية والمجتمع المدني. على غرار الجمعيات الوطنية التي تنشط في مكافحة في الحملات التحسيسية لتفادي انتشار فيروس كورونا، اليوم جينا هنا غرفة التجارة والصناعة بولاية البويرة ونستلمنا هذه البخاخات، وإن شاء الله نقوم بالعمل التطوعي على مستوى البلدية. كنت زعيت العزيز بونوس المفادة سنكا على شامبر كوميرس ناوي لي ماشينة كيكي مش كان أخذهم فولونتاري، قلت العزيز إن شاء الله بور فيتي الميكرو باكي. جدير بالذكر أن غرفة الصناعة والتجارة تسعى جاهدة من أجل توفير مختلف المتطلبات واللوازم سيما الطبية منها، وذلك للمساهمة في مجابهة وباء كورونا.